وبشأن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف مباشرة رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة عقيل الخالدي. مرحبا بك معنا. هناك نفي لتعرض الشركة الصينية إلى تهديد، هل هناك فعلا تهديدات عشائرية لبعض الشركات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي العزيزة، أرحب بك وبقناتكم المعتدلة. حياك الله. قبل البدء أرجو أن تعطيني وقت للتوضيح وانتقاد بعض القنوات الإعلامية الأخرى. يجب على القنوات أن تنظر للبلد بعين الاحترام ونقل الحقيقة المشرفة للبصرة والبلد والواقع الأجمل، وأن لا تنقل الأمور السيئة فقط. بعض القنوات مع الأسف تنقل حتى الشجار داخل العائلة، وهذا الحقيقة كفر في البلد وللبصرة بصورة عامة. في كل البلدان توجد جرائم جنائية كثيرة ولكن لا تذكر في التلفزيون. أنا شخصيا في بعض السفرات في نيويورك خلال 15 دقيقة لاحظت 3 جرائم قتل ولكن لا توجد في القنوات أو التلفزيونات. أنا برأيي هذه القنوات الغاية منها هي طرد بالاستثمار وغايتها عدم الاستقرار للبلد. لذلك أطلب من هذا المنبر المعتدل الرشيد الذي عودتونا دائما بنقل الحقيقة ونقل التطور والمشاريع المنفذة والتي تنفذ حاليا والأمن في البصرة. أما بالنسبة لهذا المشروع فقد استلم المشروع بتاريخ 16/6/2019 من قبل شركة الطاقة الصينية، وهذه الشركة من الشركات الحكومية الكبيرة جدا، وكنا نتوقع أن تستلم أكبر من هذه المشاريع. لحد الآن وتم الانتهاء من التصاميم الأساسية وقدمت إلى الشركة الاستشارية للمصادقة عليها، وأيضا تم التعاقد مع الشركة المصنعة للركائز والكونكريت، وسيتم نصب خلاط كونكريت في موقع العمل لبناء تجهيز الخزانات. نعم، لكن سؤالي لو سمحت، انه سؤالي هو يعني هناك نفي لتعرض الشركة الصينية لتهديد، سؤالي كانوا انه هل هناك تهديدات للشركات؟ انت تعلم ونحن نعلم ايضا انه خلال تظاهرات البصرة كان هناك سابقا انه يعني اقتحام لبعض الشركات. أختي العزيزة، هذا المشروع هو بعيد كل البعد عن المدينة ولا يوجد بقربة بيوت أو عشائر أو أي شيء، ولم يتعرض هذا المشروع إلى أي نزاع عشائري أو تهديد، وهذا الكلام ليس له صحة. طيب، ولا يوجد أي تهديد عشائري. من يحمي الشركات العاملة في البصرة؟ أختي العزيزة، كل المشاريع كل الأعمال الثانوية هي تقوم بها شركات عراقية، وأيضا لا يقل عن 100 عامل عراقي راح يعمل بهذا المشروع. طيب يعني العلاقة جيدة، الحقيقة العلاقة جيدة بين المواطنين وبين هذه الشركة، وأنا على تواصل واتصلت بمدير الماء والمهندس المشرف على المشروع، وكل الأخوان في المحافظة متعاونين والمشروع ماشي بصورة جيدة وما عندنا أي مشكلة. لكن مع الأسف سمعنا هذا التصريح، وهذا أنا برأيي هو طرد الاستثمار وغاية عدم الاستقرار بالبلد وللبصرة. طيب في سؤال أخير، يعني ما هي إجراءاتكم في حال وجود هكذا تهديدات؟ يا أختي العزيزة، لدينا قوات أمنية متكاملة ويقومون بواجبهم بأي لحظة من إنكار تهديد أو أي مشروع متوقف. ولدينا الآن في البصرة قوة الصدمة ومعروفة للجميع، تقوم بأي تهديد عشائري أو تهديد لأي مشروع سوف تقوم باللازم بالوقت المناسب، ومعروفة لكل الأخوان في البصرة وللعشائر. متخذين كل الإجراءات ولا يوجد أي تهديد عشائري مرة أخرى. أقول لهذا رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة عقيل الخالدي، شكرا لانضمامك معنا في نشرة أخبار الثالثة.